غضب من قبل نشطاء مغاربة بعد ظهور مصحف تراثي نادر في إسرائيل ومناشدات لاسترجاعه إلى المغرب. هذا هو المصحف الذي أثار الغضب المغربي، وهو معروض في المكتبة الوطنية الإسرائيلية بالقدس ضمن مجموعة كبيرة من المصاحف الأثرية. المصحف بحسب المكتبة يعود للقرن 18 الميلادي من شمال إفريقيا، ويعد من ضمن مجموعة يهودا. نشرت المكتبة عبر صفحتها باللغة العربية على فيسبوك منذ أشهر منشورا ترويجيا عن المصحف، أعلنت من خلاله عن وجود المصحف ضمن مجموعتها الأرشيفية. لكن أحمد أويحيان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع طالب باسترجاع ذلك المصحف قائلا: يتعين على حكومة المملكة التدخل من أجل استعادة هذا المصحف والعديد من المصاحف الأخرى والوثائق التراثية. أويحيان يقول أيضا: إسرائيل استولت على هذه المصاحف والوثائق النادرة عندما هدمت حارة المغاربة. حارة المغاربة هذه كانت ملاصقة لحائط المبكى في القدس، وكان يعيش بها الأمازيغ القادمون من شمال إفريقيا وإسبانيا. بناها الملك الأفضل ابن صلاح الدين الأيوبي في القرن 12 خصيصا ليقطن بها المغاربة إبان الدولة الأيوبية. ظلوا يعيشون بها حتى قام الإسرائيليون بهدمها عام 1967 لتوسعة ساحة حائط المبكى. ولكن المكتبة الوطنية الإسرائيلية تنسب هذا المصحف لمجموعة إبراهيم يهودا، وهو يهودي قدسي المولد من أصل عراقي. تقول بأنه قام بجمع نحو 1500 مخطوطة أثرية معظمها من بلدان عربية، وآلت ملكية تلك المخطوطات بعد وفاته إلى المكتبة الوطنية للعرض هناك. على عالم التغريدات هناك الكثير من ردود الفعل. مصطفى يكتب مثلا على رئيس لجنة القدس أن يطالب بإرجاعها إلى المكتبة الوطنية المغربية. أبو محمد يقول: أعتقد أن الشعب المغربي من آخر اهتماماته الاستنكار والغضب من أجل عرض مصحف كريم في متحف يهودي، فلديهم للمشاكل كبيرة ما يكفي للغضب. مصطفى الأسري يغرد هو الآخر: إلى يومنا هذا ما زالت المخطوطات الوطنية تهرب وتباع دون رقابة. ومحمد عياد يقول: ما سرق وما بيع من كتب نادرة وعلمية فيها أسرار لا يعد ولا يحصى. سمعت قصة عن يهود اشتروا كثيرا من الكتب قيمتها وعلمها وندرتها، لو أعطوك ثروة الدنيا كلها لن تبيعها، ولكن للأسف حتى الدولة لا تعطي أي أهمية للتاريخ أو للتراث. عن هذا الموضوع معنا عبر خدمة سكايب من الدار البيضاء الدكتور جمال بن دحمان، أستاذ التعليم العالي وتحليل الخطاب. مرحبا بك دكتور جمال. هناك طبقة مغربية تطالب باسترجاع هذا المصحف، ولكن هل هذا المصحف أصلا كان موجود في المغرب حتى يتم استرجاعه؟ في البداية لابد من الإشارة إلى أن المسألة هي أكبر حتى من أن المصحف مصحف واحد. المسألة هي تتعلق باستنزاف ذاكرة هذه الأمة ومن بينها المغرب طبعا، بالاستيلاء على وثائقه والاستيلاء على جزء أساسي من تراثه. كيف وصل هذا المصحف الكريم والشريف إلى هذه الأيادي؟ هذه مسألة لا نعرفها ولا نعلم عنها شيئا، ولكن نعلم النتائج، والنتائج متمثلة كما قلت قبل قليل في هذا العدو الذي يستولي على كل شيء في مجتمعاتنا، وسيعمل في يوم من الأيام على القول إن هذه الوثائق هي وثائق إسرائيلية بين قوسين. ولكن يعني بحسب المعلومات المتوفرة هناك اختلاف يعني في الحقيقة التاريخية، في حقيقة هذا المصحف وغير من الوثائق. هناك مراجع تقول أنه يعود إلى شخص يهودي الأصل جمعها، ولكن يقول إنها موجودة أصلا في حارة المغاربة التي بنيت أيام صلاح الدين الأيوبي في تلك المنطقة، وبالتالي يعني ما هو موجود هناك ربما لا يعود للمسلمين بأكثر ما يعود ملكيته إلى الأرض، ليس كذلك؟ لذلك قلت سيدتي المسألة أكبر من مصحف واحد. لو كان الأمر يتعلق بهذا المصحف لتم قبول هذا النوع من التفسيرات، ولكن المسألة هي أكبر من ذلك. هي استيطان
كلي هي محو للذاكرة، هي الادعاء بأن كل هذه الأشياء هي جزء من ممتلكات هذه الدولة التي طب نعتبرها حيال ذلك دولة ما الذي ناشئة. يمكن أن يقوم به المغرب؟ على المستوى الرسمي يمكنه أن يطالب باستعادة الوثائق كما قال الزميل والصديق دكتور ويحمان، ويمكنه أن يرافع، ولكن المسألة ليست مسألة مؤسسة رسمية فقط. أعتقد بأنه حتى الفاعل ولكن دكتور الثقافي جمال والفاعل المدني يعني مسألة عائدية بعض الممتلكات التراثية، هذا خلاف يعني تجد في متاحف أوروبا اللوفر وغيرها الكثير من يعني التحف الأثرية والمخطوطات ترجع تاريخها إلى المناطق الإسلامية. إذا كان هذا الطلب يعني موجود فيبدو أن خلافا أو نزاع ربما حتى حربا عالمية ثالثة ستحصل بسبب ذلك. لا، لكن هو المسألة سيدتي ترتبط بكيف وصلت هذه الوثائق إلى هذه الدول، كيف اغتنت مكتبة مثل مكتبة الإسكوريال مثلا في إسبانيا. وأتذكر أحد السفراء المغاربة عندما ذهب وشاهد هذه الوثائق قال جملة مهمة جدا وهي: يا ليتني لم أرها، يا ليتني لم أرها، دلالة على الحسرة. ولذلك المكتبة بين قوسين الوطنية الإسرائيلية عندما تعمم وتنشر مثل هذه المعلومات، هذا ليس حبا في العلم أو في المعرفة. لو كان الأمر كذلك لقلنا نعم، ولكن الأمر هو أكبر من العلم والمعرفة. دكتور فقط. جمال بن دحمان أستاذ التعليم العالي في مادة تحليل الخطاب، شكرا جزيلا لك.